السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف بمعرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. طبعا اليوم عرضنا على تويوتا كوريلا موديل 2019 فئة الستاندر فتحة. راح نتكلم عن مواصفاتها وتفاصيلها بشكل مختصر وسريع. بداية نتكلم عن تويوتا كوريلا. تويوتا كوريلا جاية بنفس فئات هونداي الانترا وكيا سيرات ونيسان سنترا وهوندا سيفيك، لكن الفئة اللي هي اليوم معنا لأول مرة تصدر اللي هي ستاندر فتحة. طبعا مواصفاتها فتحة في السقف ومثبت سرعة وجنوط حديد، تقريبا نفس فئة الستاندر بس تزيد عنها بمواصفات بسيطة، والسعر بعد يفرق عنها فرق بسيط، تقريبا هذيك ب 59 وهذه ب 64 وفرق المواصفات برضو بسيطة. راح نذكر لكم مواصفاتها. هذه مواصفات المحرك: 4 اسطوانات دفع امامي 1600 سي سي، وعدد الاحصنه 122 حصان تقريبا. طبعا 1600 سي سي. مواصفاتها الخارجيه: جنوط حديد مقاس 15 انش واشارات بالمرايات وانوار هيلوجين وحساسات خلفيه وفتحه في السقف. اما بالنسبه للمواصفات الداخليه فمراتب مخمل تحكم يدوي ومدخل يو اس بي ومدخل يو اكس وبعد باور. وبالنسبه للجير، الجير اوتوماتيك 7 سرعات وسي في تي وبعد تبترونيك. والمراتب مخمل وتحكم بالدركسون ومرايات ونوافذ كهرباء. اما استهلاك الوقود فيها 18 كيلو فاصلة واحد لكل لتر بنزين والتقييم ممتاز. السعر ب 64,000 ريال غير شامل الضريبة، تقريبا مع الضريبة ب 67,900. طبعا هذه احدث اصدار لتويوتا كوريلا اللي هي احدث مواصفات لتويوتا كوريلا الفتحة. كان معاكم يوسف بمعرض التركي للسيارات بمكة المكرمة. فمان الله.